السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ صحه لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير ان شاء الله يا ربي. كما كتشاهدوا اليوم ان شاء الله على بركه الله، غادي نشارك معكم واحد المسمن اللي كيجي رائع رائع جدا وبسيط جدا، كيجي في الفران ومعمر. وتابعوا معايا الفيديو حتى الاخير. بالنسبه للعجين كنحتاج هنايا شويه ديال الفينو، عندي كذلك الفرص، وهنا شويه الخميره الفوريه، وكذلك الملح والسكر سنيده. بالنسبه للماء كنعجنو بالماء بارد، الماء عادي من الصنفور عادي. هنايا غادي نحطو في العجانه يتعجن مزيان ونرجع معكم. هنايا بالنسبه للعجين راه وجد، هانتوما كتشوفوا كيجي على الشكل، صراحه كيجي العجين زوين بزاف وخفيف. بالنسبه للحراره سخون الحال، ما تخليوهش يختمر، خدموه ديريكت باش يساعدكم. غادي نقطعوه على هذا الشكل هذا، وغادي نشكلو ان شاء الله عادي مسمن مربع كما كتعرفوا. غير سمحوا لي على هذا التصوير، هذا كاميرا عيات. هنايا كما كتشاهدوا سرحت المسيمنات ديالي، غادي نطيبهم وغادي نرجع معكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديالهم فاش كنعمروهم. كيجي على هذا الشكل المسمن من بعد ما طيبته. صراحه بغيت نصور معكم طريقه ديال الطياب، راكم عارفين ما نحتاجش يعني نشارك معكم طريقه الطياب. تبارك الله المغربيات كاملين حادقات، تبارك الله، والاخوات الجزائريات، الاخوات كاع اللي كيتبعونا، كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم. هنايا غادي نشارك معكم الحشوه. بالنسبه للحشوه غادي نحتاج واحد الصلصه ديال الطماطم، وكذلك سلقت البيض، ومن بعد ما برت المسمن ديالي كندهنوه بلاصوص الصلصه اللي وجدت، وكنضيف لها البيض مسلوق، وكذلك جبنه او جبنه الموتزاريلا، وشويه ديال الكاشير، وكنلويوها على هذا الشكل هذا ونحطوها في اللاطه، وكنكملو بنفس الطريقه مع المسمنات المتبقيه عندي. صراحه هذا المسمن راه كيجي بسيط جدا 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 وسريع، يعني توجدي في اخر لحظه، ولا موجود عندك يعني المسمن في الكونجيلاتور كتجبديه وتخليه يرتاح يعني يذوب، وتعمريه بحال هذا الشكل، والحشوه كتبقى يعني حسب الرغبه كل واحد وكما كيبغي يعمرهم. هذه حشوه اقتصاديه صراحه شاركتها معكم، كنتمنى يعني تكون نالت الاعجاب ديالكم. وكيجي زوين، كيجي غزال بزاف، كيجي في الفران كيتحمر، كيجي رائع. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. هنايا من بعد ما لويت هاد المسمنات كيجيو على هاد الشكل هذا، كناخذ لاصوص اللي استعملت، كنضيف لها واحد البيضه، كنطربها مزيان، كندهن بها الوجه ديال المسمنات على هاد الشكل هذا، وكندخلهم للفرن اللي كيكون درجه الحراره ديالو مرتفعه، وكننقصوا شويه عاوتاني فاش نردوهم لتحت باش يتحمروا لنا، حيت في ساعه كيزوحوهم الفران باش تردوا البال مع الفران ديالكم، الفران ديال الغاز في الساعة كي يزوحهم. هذا هو المسمن البنات، كيجي رائع جدا ومحمر، كيجي زوين بزاف، كنقدم لكم بالصحه والراحه.